نقول لهم ديال حيت بغا يتزوج عليك وحصلتيه. بغا يتزوج حيت بغا يتزوج عليك وحصلتيه. نقولها لهم القولة القولة. جا الفرات ياكل ديك 64,000 ريال، جا الفرات ياكل ديك 64,000 ريال، وتما صافي الحسين مشاو الفلوس وبقى مستمر معاك. دابا العرس فرد كورفار، دابا العرس فرد كورفار. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في مدينة مريرت تابعة لعمالة خنيفرة، بالضبط جماعة الحمام. تلقي اتصال من عند بعض الزملاء، واحد الفيديو والله العظيم الى القمه في الغرابه. هذا الفيديو فيه شق ايجابي وشق سلبي وفيه معاناه. يتعلق هذا الفيديو بالحسين وفاطمه. الحسين 71 سنه، فاطمه 86 سنه، كبر منه. اروع حب بين هاد الناس. تلاقاو في المسيره الخضراء، تما بدات عندهم الحياه، ما عندهمش وليدات. القمه في الفقر وفي المعاناه في هاد الجبل. وكذلك عندنا مفاجأة في هذا الموضوع، تبعوا معايا. مشاهدينا الكرام، هاد العائلة ما عندهم لا كوزينة، عندهم والو، عندهم الله عز وجل، وعندهم واحد الموسيقى كيخلقوا بها السعادة هي والزوج ديالها. غادي نجيو لها في الأخير. عندهم الحطب كما كتبعوا معنا. القمة في الفقر والمعاناة وكذلك السعادة. باش نقربكم أكثر في الصورة، كانت عندي اليوم صدفة مع زميل وصديق، وأنا عندي مع علاقة جيجي طيبة، هو العقاوي صحفي اللي معروف، غادي يروي ليا هاد القصة. تبعوا معايا. حميد، نهار كبير هذا اللي جيت عندك مريرت التيران ديالك، غادي تعاود ليا القصة ديال فاطمة والحسن. الله يحفظك ومرحبا بكم. أنا في الأطلس المتوسط، وكانت هذه صدفة، وصدفة غريبة. ومن الغرائب أنك جيتي مع الزميل وتلقاني أنا وخلي فاطمة هنايا، ولنا الشرف ومرحبا بك. الله يطول عمرك. غادي تعاود ليا القصة ديال الحسين وفاطمة، هاد الحب. وهي عندها وسام، خبزة ما كيناش في هاد الدار، كيعيشوا السعادة بالموسيقى رغم الفقر رغم المعاناة. كيفاش بداو، كيفاش تعرفوا، كيفاش تحابوا في المسيرة إلى يومنا هذا؟ تفضل. هو في الحقيقة كانت اتصلت بيا واحد السيدة وعاودت لي على المعاناة ديال خالتي فاطمة والزوج ديالها، وكان تزامنا مع بحال العام الفايت، بحال هذا الوقت ديال احنا على اقتراب الموجه ديال البرد، كان عليا لابد انني باش نجي. جيت عند خالتي فاطمه، تنتفاجئ بخالتي فاطمه، قصه غريبه من المئات ديال القصص اللي عشتها مع مجموعه ديال العائلات في المغرب العميق. اكتشفت بان خالتي فاطمه كانت آية في الجمال، وأثناء المسيرة الخضراء لبات النداء ديال 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 العرش ومشات للمسيرة الخضراء. وفي المسيرة غادي تلقى سي الحسين. سي الحسين كان قوي البنية، عطاوه شيف ديكيب، هو اللي تيفرق الماكلة وتيقاد الصف. خالتي فاطمة حست بأن الحسين تيكثر لها. ياك خالتي فاطمة حسيتي الحسين تيكثر لك في المسيرة الماكلة؟ حسات، قالت لك هنا عرفتو علاقة حب بغا تبدا. هو كان اقترح عليها انهم باش يديروا انهم يتعارفوا، رفضات خالتي فاطمه، رجعوا من المسيره دارت الايام. مشات خالتي فاطمه لنواحي الحاجب كتخدم، شويه جات لمريت باش تمشي للحمام، لقات الحسين ولا هو اللي تيقطع الاوراق في واحد الحمام. شاف خالتي فاطمه جات تقطع، فكر الحب القديم وايام المسيره، حاول يقنعها بين راه هو راجل طيب. اقترح عليها باش انها غادي بدا تقطع الاوراق عند العيالات ويقابل الرجال. غادي خالتي فاطمه تخدم هي والسي الحسين، ومن تما غتبدا القصه ديال الحب ديالهم. خدموا في هذاك الحمام 15 عام تقريبا، مول الحمام سد الحمام. خالتي فاطمه ما سخاش بها السي الحسين، ما سخاتش به، هي بالمثابه الام ديالو وهي والزوج ديالها، وهو عاود الام ديالو والزوج ديالها.
جاو اختاروا باش انهم يجيو هنا لهاد البلاصه في المغرب العميق، غادي يديروا هاد البريري كمساكن. خالتي فاطمه غتقابل الشؤون المنزليه، وهو الحياه الطبيعيه ديالو انه تيطلع مسكين للغابه وتيحاول باش بدي يجيب العود، وهي مكلفه بالداخل. كنا درنا واحد البرامج دي، شكرا للمحسنين والتفاعل ديالهم. حنا بعدا جيتي اليوم، والفرحه اللي شت اليوم هو اننا لقينا الضو شعل، مني ان كانت خالتي فاطمه حيت جيت عندها ما كاين لا ضو ولا حتى شي حاجه، لقيت خالتي فاطمه لاباس عندها الضو اللي عجبني. وديما تنجي عند خالتي فاطمه، ربما شحال المره جيت خالتي فاطمه، دابا الرابعه د المرات فاش تنجي عند خالتي فاطمه. جيت عندها نهار العيد، عيدنا جميع، تنشم فيها ريحه جده، ريحه الامهات، ريحه دوك العيالات القدام، مازال غتسمع خالتي فاطمه. انا عندي معك سؤال واحد في القصه، هو كان واحد الوقيته اكتشفت بلا غيتزوج عليها، وكان مخبي شي فلوس باش غيتزوج، وديك الفلوس لقاتهم هي، غتعاود ليا انت شنو اللي وقع؟ خالتي فاطمه نقول لهم ديال حيت بغا يتزوج عليك وحصلتيه. حيت بغا يتزوج عليك وحصلتيه، نقولها لهم؟ نقولها. خالتي فاطمه بقات خدامه، كتخدم، هو تيمشي تيبيع البلوط في الزبده. راه البلوط راه حنا معروضين اليوم ناكلوا البلوط عند خالتي فاطمه. هو تيبيع البلوط، جمع شي فليسات، جمعت سايا شي فليسات، ناضو وينوي واحد النهار باش غادي يتزوج على خالتي فاطمه. ملي نوى باش غيتزوج على خالتي فاطمه، جمع 64 الف ريال، هي الثمن ديال الصداق وديال صافي سالي مع المراه. تيجي مضمن خالتي فاطمه، قال فين غادي نخزن الفلوس؟ هو يخزنهم هنا فوق هذا براسو، هذا العود، هذا العود. خالتي فاطمه ما بيها ما عليها، ديما خصها تنقي الدار، كتشطب هكا، شافت شي فراتت في الارض، قالت هذا المسخوطه شلاح لي هنا، طلع لها الدم. عاود جات لقات الفراتت، عيطات سي الحسين. شنو لقى الحسين؟ جا الفاره تاكل ديك 64 الف ريال، وتما صافي الحسين مشاو الفلوس، وبقى مستمر مع خالتي. دابا العرس فرتكو الفار، دار الفار. خالتي فاطمه نهار لقيتي اشنو دار الفار الفلوس؟ شنو دار لهم؟ شنو دار الفلوس؟ خالتي فاطمه اليوم غادي تحس معايا وانت وحتى المتتبعين ديالك. خالتي فاطمه رمز اللي بطول عمرها كنشموا فيه، وكل مغربي غادي يشوف هذه البراءه باش، وهذا الحوار اللي غادي يدوز بينك وبين خالتي فاطمه، غادي يحس بان، غادي يفكر جداه والايام ديال جدك، حيت تعطيك ديك 40 ريال وتتفرح وتجيب لك حقك. خالتي فاطمه اليوم فرحات مسكينه، ما كاين ما يتكال في الدار، ولكن راجلها مسكين تيبيع البلوط، هو المصدر الوحيد، اذا ها هي مسكينه بالبلوط. واحد الملاحظه وغنوضعوا فيها المشاهدين في الاخير، انه مسكينه هي ما تتمشيش واقفه، كتحنت تحنات كامله، كتمشي حاضره. هذه المعاناه ديالها منين جات حميد بحكم المعلومات اللي عندك؟ خالتي فاطمه علاش ان الدار ديالها بقى هكاك وتفيكس هكاك؟ لان مسكينه كانت تتقلب بزاف ديال الحطب ما بين الجبل وهنا، الى درجه ان صافي ولات خالتي فاطمه كتمشى بهكا. خالتي فاطمه كتهضر مزيان، تتحس مزيان، كتفهم. انا شوقتيني فيها، غادي نمشي لعندها مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا الموضوع مع امي فاطمه. امي فاطمه مشاهدينا الكرام، تشوقنا للحديث مع امي فاطمه، غادي نشوفوا مع حيتيات القضيه. امي فاطمه والله ما عرفت منين غنبدا معاك، عاودي ليا على هادشي اللي قال لنا حميد. كيفاش بديتي؟ تلاقيتي معاه في المسيره، تزوجتو، واللي زوين ان عندك وسام ملك يد المسيره، هو قدامي غادي نوضعو. عاودي ليا. داكشي اللي عاود لك اسمي العقاوي هو اللي كاين، في اليوم كي غدا بحال اليوم بحال الوقت، جينا مشيت للمسيره تلاقينا، ومشينا كل واحد مشى بحالو حيت رجعت للمسيره، وليت جيت لهنا للحمام، وجا حتى هو شد الحمام ديال العمان. شحال انت مجوجه انت ويا دابا؟ اه شحال انتم مجوجين؟ شحال هادي 22 عام ولا 30 عام، هو اللي عارف الحساب. انت ما عارفاش؟ آه. ما عندكش الوليدات؟ ما عنديش اولادي. ما عندكش الوليدات؟ ما عنديش. واخا غادي تعاودي ليا، قال لي حميد على ملي كان بغى يتزوج. كان يبغى يتزوج، ولكن ولا داك الشيء سخسر. سقتي الخبر؟ خسر له. خسر له؟ ايه. هو عزيز عليك؟ مشى؟ هو عزيز عليك؟ ايوا، ملي تلاقاو الناس راه ما كيتلاقاو حتى كيتباغاو. ما كيتلاقاو حتى كيتباغاو. ايه. سبحان الله. ايه. حتى كتبغي وبغيت وتبغي عاد تلاقاو. الله يسترك أمي فاطمة.
ايوا الله يرحمها. قولي لي كيفاش كتعيشي هنا؟ انا عارف ما عندك هنا حتى خبزه ما كاينه والو لا كوزينه لا والو، كيفاش كديري في الدنيا؟ سير عايش داكشي اللي قسم الله جاب الله شي كان نقدر به ما جابش كان صبر حتى يحمد الله صافي فرج الله. كي داير مع الصحيحه ديالك؟ الصحيحه ديالك كي داير؟ شكون؟ الصحيحه ديالك صحتك كي داير؟ ايوا شويه دابا صحت غير كان ندوز الايام مثل دابا وما كنت صحيحه وكان خطاب وكان نخدم قابل العيارات في الحمام وندير شغلي في الدار ديالي. ايوا دابا صحت اللي تحت. باقي عندك شي حد في العائله؟ باقيين ولاد عمي كل عام مرته وولادو. كيجيو عندك؟ لا ما كيجي عندك حتى واحد؟ ما كيجيني حتى واحد غير انا اللي كنمشي ليهم. الله اكبر. واخا غتعاونيني على هادي؟ هادي ديالاش؟ هادي؟ هادي اللي بحال التعريف. ها؟ ديال التعريف. هادي؟ اييه اييه القديمة. وهادي شكون؟ هادي ديالاش هادي؟ هادي المدايا. المدايا؟ الوسام. الوسام. ها عندها الوسام ومعناتها خبزة. حليل وناقيش. وهادي؟ القسام. هذا القسم هذا ديال المسيرة. سبحان الله العظيم. وهادي ديالاش؟ ديال المسيرة البطاقة ديال الحسن الثاني الله يرحمه. هادي ديال الحسن الثاني؟ إيه الله يرحمه. الله يسترك أمويمتي. وهادي ديالاش؟ هذاك الكارني ديال المسيرة. تا هو؟ تا هو. هاد الوريقات دابا اللي عندك عزاز عليك. إيوا عزاز عاد. أنا بغيتك تعاودي لي سميت هادي، هادي سميتها؟ أه؟ سميتها؟ شوفوا نية الله سبحانه وتعالى. بالعربية أييه. وشي الحال المدايا. كتقولي لها المدايا. الله يسترك. واش غادي نقول لك؟ أنا بغيت الله سبحانه وتعالى يجعلك من أهل الجنة. على هذا الصواب وهاد، أش غادي نقول لك؟ والله العظيم الله يسترك أمويمتي، الله يسترك. الله يسترك أمويمتي. مشاهدينا الكرام غادي نمشي عند الزوج. غادي نحاول نتناول أنا وياه الموضوع. سي الحسين 71 عام. حوار جد جد رائع والله العظيم. غادي نشوف مجموعه من النقاط مع الزوج. الحسين 71 سنه ليست بالامر هين. الحسين. نعم سيدي. غادي تعاود ليا على داكشي اللي سمعتي. تلاقيتو في المسيره وخدمتو في الحمام جوج. الوضع هنا انا عارفو. كتخلقوا السعاده بالموسيقى غادي تعزف ليا في الاخير. اللي بغيك تعاود ليا هو هذيك القصه اللي قالت لك انت غتزوج عليها وخبيتي شي 62000 وكلاها لك الفار. كيفاش؟ دابا كنخدموا في الحمام. ايه. بعد اولا باش نعاود لك السريره ديال هذه المراه، كنت معاها في المسيره. وقلت لها واش نتزوج انا وياك؟ ما بغاتش. وجات حتى لهنا ومشات كتخدم في قروان. كتخدم في الفيرمات وما وحلبات البقار وحشات الفصا انا جابني واحد انا خدمت معاه شي 35 عام وكنخدم معاه في الحمام ديالو. شديتو كان شد الثلث وكان يعطيه ثلثين هو ديال الضو والما وداكشي. وانا ما عنديش المراه جابتها الوقت سكنت هنا في واحد الدار حدانا. واحد النهار جبت الحوايج ديالها وبغات تدخل الحمام. ايه واش فلان انت هادي؟ والله لا هي هادي. قالت لك اعطيني سطوله. قلت لي واش جي بعدين نسقسو انا وياك. قالت لك هاني. قلت لها ودي واش انا وياك ها فين كنا في المسيره؟ ها فين كنا وفين كنا؟ قالت لك ايه. قلت لي واش جيتي دير هنا؟ قالت لك والو غير صافي طلع لي الدم. قالوا لي شي عيالات غادي علاش خويتي البلاد وعلاش هذا سميتو ورجعت لهاد البلاد. هي راه كانت ساكنه في واحد البلاد اخرى. يعني جات هي مسكينه باش تخدم؟ غير جات هي غير ساكنه في الحمام. عطاها شي واحد الدار هنا. اللي جات للحمام قلت لي ودابا ملي خرجت خليتها حتى خرجت من الحمام. قالت لي فاطمه قالت لك نعم. وقلت لي واش ما تخدميش معايا؟ قالت لك الا كاين شي معقول نخدم معاك. المهم سيدي قلت لها انت دابا انا كنت كنعطي العيالات السطوله وكيخرجوهم ليا وكنعطيهم وكنخبل العافيه و... نعم. خدمت معاك؟ خدمت معايا. واخا جلست معايا شويه عاوتاني انا كنمشي نجيب العواد باش نسخن الحمام. وراك عرفتي بنادم كثير عليه الهم بزاف. دابا المهم في الاخير نفس الكلام اللي قال السي حميد. هو تزوجته تزوجته والقصه كما قال السي حميد سي توفى
دخلتوا العالم ديال الدنيا واخا الصعوبه اللي بغيتك تعاود لي عليه هو داك الزواج على ديك 62000 ولا وقولها لي هي انا جاي اللي كتعاودي داك الشيء قالتوا لي وقالوا لي حميد انا قول لي الزواج هذا الزواج هذا الزواج هذه جات لعندنا للحمام مازال هذه غير كتخدم معايا غير خدامه معايا المهم قالت لك خدامه معاك مازال ما مجوجش انت وياها ديك الساعه يلا تزوجتوا يلا مازال ما تزوجنا وقلت لها ودي غادي نخطب شي مرا قالت لك واخا ديك المرا كتجي عندنا للحمام ايوا خطبنا سيدي شي فلوس كاينين عندي دابا ديال ديالي وديال مول الحمام راني مقابل الحمام وكنديرهم في الكونتر بلاكي هنا فسميتو وكنخليهم باخر خليهم دابا حيت ما صدقات الجواز ما بغيتوش انا كاع الجواز هذا واحد انت متاكد بان هادشي اللي كتقول لي قبل ما تجوج بها قبل واش هادشي كاين فاطمه قبل عندي واحد الرقيب عافاك وحده على البرنامج خالتي هو حيت بغى يتزوج عليك قال لك ما كانش ديك الساعه بينك وبينه حتى حاجه او لا غدرك واش شنو قلتي داك النهار شنو قلتي لي دابا داكشي اللي قلت لك اللي كاين واش ناض بغى يتزوج بلا خبار اي ناض قال لك بخباري وقال لك شنو قال لك بغيت نتزوج لا الا بغيت نتزوج الله يعاونك انا نمشي بحالي على انت ما ترضيش ولا جاب شي مره تعاونك في الزين لا ما كاينش مره اللي تعاونني داك هرس عليا الكيسان ولا استرقب عليا الصوله لا صح صح سيدي الا ما كانش جواج كان التعرف وكان الحب واخ المهم هذيك 62000 دابا فهمناها بانت واخ السؤال اللي بغيت نسولك ما كتبش لكم ربي الوليدات كتعيش انت وياه هنا انت كوزينه ما عندكم كيفاش كتقاو الدنيا وكبرتي يا سي الحسين ايه واش غنقول لك شتي دوك العواد هما اللي كنقوتوا به الارواح ديالهم هي مسكينه تحنات من كثره الزل العواد ما كتمشيش هي انا اللي كنمشي كانت كتمشي تاي واحد الوقت دوزات حقها لقيتها دابا ما فيها اللي يمشي دابا صافي راه تحت راه غير ما اسميتو صافي هي عزيزه عليك ايوا اش غادي دير راه خدمات معك وانت انا كنقول لك السي الحسين ودابا انت كبرتي وباقي قاصح انا تنقول لك راه 30 عام تاع الزواج كنقول لك واش عزيزه عليك كتقول لي خدمات معايا انا زواج هذا واش عزيزه عليك الا شتيها مريضه كي تحس انت شوف اسيدي السي يوسف لو كان ما عزيزاش مي قلت معاك 30 عام ولا وهي جالسه معاك اش كتسين زعما والو ولكن هي مقطوعه ما عندها لا باها لا امها لا خوها لا عمها لا خالها لا يديك لا يخليك انا كذلك ايوا بنادم دابا تلقى هي كتعجي الخبيزة الا جابها الله وانا كنخدم نجيب الخبزه وصافي هذا هو المشكل يعني كتعيشوا على قد الحال وصافي على قد الحال اليوم هذا مازال غير على قد الحال المعلومات الاخيره اللي عندي انك كتعزف تقدر تسمعنا اوكي يلا سمعنا ولكن واحد شويه وصافي يلا نسمعوا هذا اييه ماشي على قد الحال مشاهدينا الكرام ها هو غادي يعزف ومصوبوا بعود وبالطارق على قد الحال اما كيما حسم الوضوح كان الاسباب تختلف والغايه واحده هو الموسيقى غنسمعوها الطارق ديما هذا الطارق هذا اش كان فيه هذا الزيت ولا اش فيه هذا كان ديال الزيت وهلي هذا هذا راه قديم هذا ديال الثمانينات والسبعينات ياك اللي صحت حدا المايك وريت ربولا ويا لقي سروت يقشمرين اواس وارش تادان لربي تاتيلو ويا سمون تيتي 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 تحرس لينا ولكن والله العظيم انا مستوى هائل الله يوفقك يا ربي مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا اروع قصتنا ونا من جميع الجوانب الشق الانساني الهشاشه والفقر والسعاده كيخلقوها من لا شيء القمه في المعاناه مي فاطمه وصلت ل 86 سنه ما عندهاش الوليدات كوزينه هي الاخرى ما عندهاش الزوج يضحي بالغالي والنفيس القوة اليومي اللي عنده مسكين من هذا الحطب وساكنين مساكن في هذه العشه وراضين باللي قسم الله مشاهدينا الكرام المغرب العميق هو هذا
بعد المأساة كيعيشوا فيها هاد الناس بالشق ديال الفقر بشكل كبير، رغم أنهم عندهم سعادة وناس قانوعين بالحكم ديال الله عز وجل. في خضم الموضوع غادي نوضع رقم الهاتف ديالهم، عندهم تليفون، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، كل من ساهم أو ساعد هاد العائلة أجره محسوم عند الله عز وجل. غير المساهمين معاش كان عايشوا دابا راه عامين هادي من نهار خرجت، من نهار دخل هاد المرض هذا، والناس كي كل واحد فيهم كيدير مجهود ديالو علينا، كيصيفط لنا شويه، كل واحد كيصيفط لنا شويه، هادشي باش عايشين. ولكن ملي جا هاد المرض هذا الناس ما بقاوش داوها فينا كاع، ما بقاش كيصيفطنا حتى واحد شي حاجه. وجالسين وكنعيشوا غير الله، كنجيب شي حطبه برام راهم، كنجيب شي حطبه على داري، كنجيب الله شي واحد بديك 600 ولا كنبيعها له، ودابا كناكلوا القوت ونتسناو الموت. الله يسر لك يا ربي. مشاهدينا الكرام، انا كيقول لي كنجيب حطبه هو 71 سنه وهي 86 سنه، والله العظيم الا كيضرني قلبي، و3 كيلومتر. مشاهدينا الكرام، قصه جميله وفيها شق جميل والسعاده، ولكن الفقر داك الجبل فاش كنجيبها تعجب. غادي نعطيه يكمل معايا. دوك الجبل مناش كنجيبهم، 3 كيلومتر كنمشي عقبه وكنطلع عقبه وكنمشي، قلت لك 3 كيلومتر والغابه والعواد قلال دوك الجابسين، انا ما نقدرش نجيب دوك الخضر اللي كي اسميتو، كنمشي لدوك الجدور راك شتيهم راهم راه باينين. هذوك دابا ما كيقول لك الفوريستي والو، حقاش الفوريستي الا شدك كتقطع مثلا الخضر ما يبغيش. وهاد اليابسين منين كتجيبهم بعاد حيت الناس كثار كيحطبوا كلهم الله يحسن العوان، كل واحد كنمشيو وكنجيبوا ديك الحطبه وكنتقوتوا بها وصافي ونمشي. الله يسر لك يا ربي. الله يسر لك. الحمايه الا لقيتي وكاينين شويه شويه هاد المشوش خصهم حتى هما ياكلوا شويه ديك اليابات حاشاك خصهم ياكلوا، وبعد لقين وغايدين والحمد لله والشكر الله على حطبه. الله يسر لك يا ربي. مشاهدينا الكرام، باش نختم لا ننسى الشكر الجزيل الحميد العقاوي، صحفي لعدد كبير من المغاربه كيعرفوه، اللي ساعد وساهم مع هاد العائله باش نوصلوا الصوت ديالو. ماذا هو دورنا؟ مشاهدينا الكرام، غنوضع رقم الهاتف ديال العائله. تعليق المواطن. شكرا لكم.